انطلقت اليوم فعالية امتحان نيل شهادة البكالوريا بربع المملكة، الحدث السنوي الذي ينتظره آلاف التلاميذ بفارغ الصبر. منذ ساعات الصباح الباكر توافد التلاميذ إلى مركز الامتحان يحملون معهم آمالا كبيرة وطموحات لا حدود لها. المديرية الإقليمية لتطوان عملت جاهدة على توفير كافة مستلزمات واحتياجات لضمان سير الامتحانات بسلاسة ونجاح. أشرف أمالي مدير إعدادية الفقيه أحمد الحداد، كانت واجدوا اليوم بمركز امتحان إعدادية الفقيه أحمد الحداد اللي كي يحتضن المترشحين الأحرار لشعبة علوم إنسانية. منذ الإعلان على هذا الامتحان، هذا الاستحقاق الوطني، تم اتخاذ مختلف التدابير لإنجاحه، لا على مستوى المديرية ولا على مستوى مركز الامتحان، بحيث أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بالمديرية مع مختلف رؤساء المراكز الامتحانات، وكذا نحن في مركز الامتحان عقدنا اجتماع تنسيقي مع مختلف المكلفين بالإجراء، بحيث تم اطلاعهم على مختلف التدابير التي تم اتخاذها، وكذا تم إطلاعهم على المستجد المتعلق بالترميز الرقمي الكيو ار كود. الاجواء او الامتحانات تمر في اجواء جيد عاديه، لا الامتحانات الجهويه او لا الفتره ديال الامتحان الجهوي او لا الفتره ديال الامتحان الوطني، فالامتحان يمر في اجواء عاديه جدا.